ايه الفرق ما بين المعرفة والمهارة؟ المعرفة هي انك تحصل على معلومات عن حاجة معينة، سواء كان عن طريق القراءة او من اشخاص او ايا كانت مصدر المعلومة ديت. اما المهارة هي انك تعرف تعمل الحاجة ديت بالفعل. يعني على سبيل المثال السباحة، كونك انك سمعت عن السباحة وعرفت معلومات عن السباحة وعن كيفية اداء السباحة، ده مش هيخليك شخص سباح لانك عندك المعرفة فقط. لكن لما تروح تتمرن تغلط وتتعلم، لعندما يبقى عندك القدرة الكاملة انك تسبح، يبقى انت كده عندك مهارة السباحة. لذلك في السي في مش بيطلبوا منك المعرفة، لان الناس كلها عندهم معارف، لكن بيطلبوا منك المهارات، يعني الحاجات اللي بتعرف تعملها بالفعل. وهنا نيجي المشكلة، من اعظم المشاكل الموجودة في عصر المعلومات اللي احنا فيه دلوقتي، ان كل الناس عندهم معارف لكن مش كل الناس عندهم مهارات. يعني لو سألت اي حد عن حاجة معينة هيقول لك معلومات عنها، لكن لو سألته هل هو بيعرف يعملها هيقول لك لا، او عنده صعوبة انه يعملها بشكل سليم. لذلك كل المطلوب منك انك تحول المعارف بتاعتك الى مهارات، فطور من نفسك وواكب عصرك علشان مش تنفرم في عصر التكنولوجيا. واشوفكم على خير الحلقة القادمة. شكرا للمتابعة، شكرا لكم.